طيب غني رحمه الله في كتاب المغازي حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف انه قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحه بن عبيد الله والمقداد وسعدا رضي الله عنهم جميعا فما سمعت احدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اني سمعت طلحه يحدث عن يوم احد. الله اكبر. وطلحه طلح الخير كان يحدث عن يوم احد وانه يعني كان رجلا كان رجلا ذا قوة كان رجلا ذا قوة عظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ووجد أن المشركين قد أحاطوا به، فقال من يرد القوم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ قام طلحة أول من قام فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عشرة من الأنصار ينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد تلو الآخر، وقتل عن بقرة أبيهم وهم معه في الجنة بإذن الله تعالى. ثم قام طلحة يصد السيوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا ترفع رأسك يا رسول الله، نحري دون نحرك، ثم لا يأتيك سهم من سهام القوم، حتى كسرت الصفيحة في يده فألقاها وصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال حس، شلت يده، ضرب السيف على يده فوقع في الأرض سقط، وقال حس لا إراديا، قال لو قال بسم الله لرفعته الملائكة. ثم جاء أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم قد أوجب، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة طلحة الخير، لقبه بطلحة الخير. قال طلحة ممن قضى نحبه، عندما أنزل الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، قال طلحة ممن قضى نحبه. ثم قال بعدها تفضل حديث حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس انه قال رايت يد طلحه رضي الله عنه شلاء وقى بها النبي يوم احد. نعم، وهذه شلاء لانه كان طلحه رضي الله عنه وارضاه صد السيوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده بعدما كسرت سيفه، اخذ يصد السيوف بيده ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله. هؤلاء الرجال صدقوا ما عهد الله عليهم، أو جاء لهم في القلب يقين في الله جل في علاه ومحبة للنبي حقا، محبة لله ولدينه، فزادوا عن دين الله جل في علاه ونافحوا ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعوا الراية فكانت خفاقة في السماء عالية، لذلك ملكهم الله الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، مع أنهم ما قتلوا الكفار يوما ما بعدة وعتاد، ما قتلوهم إلا بإيمان وكفر. اللهم ارزقنا الثبات والسداد والرشاد والفلاح والنجاح وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.